We're producing a new diesel. نحن لدينا ديزل جديد ونقوم بإنتاج أيضا سيارة هجينة من النوع الهجين. كوزير للطاقة في المملكة العربية السعودية علي أن أقول وأنا أقول أيضا أكون صادقا مع أعتقد وأؤمن لأن المملكة ستكون إن شاء الله بتصنيع ستكون قادرة بتصنيع سيارة كهربائية. علينا أيضا دائما وأبدا الخيارات مفتوحة ولا نغلق الأبواب عليها. وأن يكون لدينا أيضا في محطات الطاقة القدرة للناس أن يملؤوا ويشحنوا سيارتهم بالكهرباء. لا نستطيع أن نعرف ما الذي يمكن أن نقوم به حيال عملية التكهرباء، لكن لا نريد أن يتكهرب أي شخص عندما يقوم بشحن سيارته. لكن مرة أخرى أقول علينا أن نكون صادقين مع هذا المنهج الجديد وهذا الأسلوب الجديد. علينا أن نكون منفتحين، علينا أن نشمل كافة هذه الأساليب وهذه الإجراءات وهذه الطرق. لكن أيضا كما قلت أنا أشعر بالأسف لمن يتحدث عن أن هناك أشياء نفتقدها في المملكة السعودية. لا، سنعمل على توليد الطاقة الكهربائية بأسعر التكاليف في العالم.